مساء الخير، مساء الأمل، مساء كل جديد. أهلا بيكم في فقرة جديدة من برنامج فيستوك. فقرتنا النهاردة بعنوان إزاي نتعامل مع الوباء بذكاء، ومعانا ضيفنا اللي مشرفنا الأستاذ أحمد حسام، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. حضرتك نورتنا. الله يعزك. نورك. كل سنة وحضرتك طيب. صحة وسلامة، ربنا يخليك. دلوقتي الفترة اللي فاتت كنا بنمر بأزمة صعبة جدا، وناس كتيرة جدا حاسة باكتئاب وخنقة، وبتقول احنا مش عارفين ازاي ان احنا نمشي الحياة في الفترة اللي احنا فيها. ممكن حضرتك تقول لنا ازاي ان احنا نتعامل مع الفترة دي؟ بسيطة بقى، كيكة العشر دقايق بقى، وما شاء الله الحاجات دلوقتي بقت مشهورة. بيكنج باودر في العالي. طيب، طبعا في آية يمكن كلنا عارفينها وبنرددها كتيرة جدا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طب إيه هي كلمات ربنا لينا؟ كلمات ربنا اللي هي الحكم بتاعة ربنا. فأصبح أن حكم ربنا موجودة في كل حاجة بتحصل لنا. الفكرة بقى أن إحنا إزاي نبدأ نستقبل ونطلع الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا من كل حاجة بتحصل لنا. تمام. طيب، في ناس، في نوعين من الناس. في ناس بتكون قلقانه جدا وماشيه بالكلور والكحول في كل حته، وناس تانية سايباها على ربنا وتقول انا يعني اللي مكتوب لي هيحصل لي. احنا بقى نقتدي بمين ونكون من الناس الانهي يعني؟ طيب، جميل جدا. هو والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان جه في رحله الاسراء والمعراج، وابتدى من المسجد الحرام لغايه المسجد الاقصى بدبه اسمها البراق، ربنا منزلها له مخصوص. بعد ما وصل فعلا عند المسجد الأقصى عمل إيه؟ بعد ما نزل من البراق ابتدى يربط الدبة في السور. طيب الفكرة، طب مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم هيبدأ يخرج من المسجد هيلاقي الدبة مش موجودة؟ طب ما هو ربنا أصلا منزلها ليه. ولكن هنا درس مهم جدا ودرس عظيم جدا بنتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه هو اللي احنا ناخد بالأسباب؟ الفكرة بتاعت عقلها وتوكل. الصحابة كانت بتقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ كان يأخذ بالأسباب حتى نقول أنه لا يتوكل على الله، وكان يتوكل على الله حتى نقول أنه لا يأخذ بالأسباب. فالموضوع لو إحنا عشنا بالمبدأ ده، عشنا بالفكر ده في أي حاجة بقى لينا، لو حد في شغل معين، لو حد في وباء في البلد، لو في أيا كانت الحاجة اللي موجودة. تخيلي مثلا أن طالب وخلاص فاضل ساعات على الامتحان بتاعه، هو مطبق بقى وخلاص، هو ما ذاكرش أي حاجة، فما قدموش اي فرصه غير ان هو يدعي ربنا. فانت متخيله هيبقى بيدعي ربنا ازاي، والتضرع هيبقى طالع من قلبه ازاي. طيب نتخيل بقى ان برضه طالب هو ما عندوش اله، فهو ما عندوش حاجه غير ان هو ياخد بالاسباب ويجتهد ويبدا يذاكر كويس ويقرا كويس. طيب احنا بقى ربنا رزقنا الحمد لله، ربنا قريب مجيب سميع دعوات عندنا يا ربنا، وكمان عندنا القدره ان احنا ناخد بالاسباب. فلو عرفنا نحقق المعادله دي، ان في اي حاجه عندنا ناخد بالاسباب كويس جدا، وبعد كده نبدا ان احنا نتوكل على ربنا حق توكله. طيب، هو الخوف بقى بزياده ده بيكون فعلا سبب ان المناعه بتقل، بيكون الواحد اكثر عرضه للامراض وانه يتصاب بالفيروس؟ هو طبعا فكره ان الخوف الزايد هو طبعا بيأثر على المناعة. المناعة هي وظيفتها ايه في الجسم بتاعنا؟ لما بيجي يدخل لينا اي ميكروب، اي هي اللي بتهاجم. بالضبط، هي اللي بتخش وبتبدأ تصد وتدافع. طيب الخوف بيعمل ايه؟ بيبدأ يقلل المناعة وبيبدأ يقلل الهجوم اللي هي بتعمله على الميكروب ده. طيب المشكلة في الخوف ان هو فعلا في ناس بيبقى ممكن يبقى عندها مرض بسيط جدا، وتبدا بقى تعيش نفسها في الوهم، اللي هو بيسمى بالوهم. بالظبط، وان بقى انا خلاص بقى وهموت بقى ونشوف بقى حاجه ندفن فيها، ويبدا يفكر، وفعلا هو بيتعب زياده، وفعلا التحاليل بتاعته بتبقى اسوا. لذلك في دكاتره تبدا تعمل ايه، تبدا تقولك، تبدا تحسس بقى، تطمن المريض بتاعها وتبدا تقول له انا الدواء ده جاي من امريكا وعامل ازاي ومش اي حد بياخده، بس انا هديهولك. فبيبدا يعني في الاخر اصلا الدواء ده ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى فيتامين عادي، بس هي فكره الايحاء، قوة عنده الايحاء ان حاجه بسيطه، فبيبدا يلعب ايه على النفسيه بتاعته. لذلك النفسيه فعلا فعلا ممكن تاثر. يعني احنا كده نقدر نقول ان احنا نتعامل مع الموضوع بالوسطيه، ولا نخاف قوي ولا برضو نسيب الموضوع قوي. بالظبط، ولا ان احنا نبقى زياده في الخوف الشديد، ولا ان احنا نبقى سايبينها على الله. سايبينها على الله. طب ايه الاجراءات اللي احنا نقدر ناخدها ونكون برضو كده وسطيين، وما نحاولش ان احنا نخوف نفسنا او نكون طول الوقت مرعوبين او خايفين ان الفيروس يكون جالنا؟ تمام. هو طبعا
في كذا حاجه ان الواحد يبدا ياخد بالاسباب بيها، والتعليمات الوقايه اللي موجوده كلها ان الواحد يبدا يحافظ على النظافه الشخصيه، ويبدا يغسل ايده، ويبدا يعقم نفسه لو داخل او خارج، يحافظ على قالوا الجوانتي بلاش علشان خاطر بيجيب ميكروبات اكتر، لو كمامه لو هو في مكان فيه زحمه وفيه ناس يبدا يلبس الكمامه والكلام ده كله. تمام. في دلوقتي حاله من الياس والاحباط والملل والشعور ان الروتين اليومي كل يوم بيتكرر، يعني احنا بننام ونصحى كل يوم نفس الروتين، ما فيش حاجه بتتغير، ازاي نتعامل مع الموضوع ده؟ ازاي ان احنا نحاول نجدد في حياتنا ونعمل حاجه في ظل الازمه دي؟ تمام. هي طبعا فكره الموضوع الحظر لما جه فهو فرصه لكل واحد، زي ما قلنا هي رساله وحكمه من ربنا لينا، فرصه ان كل واحد يبدا يقعد ويرتب اولوياته، ويبدا يعيد حساباته مع نفسه، ويبدا يشوف اهدافه والحاجات بقى اللي هو كان ماجلها بقاله سنين. ياما وعدنا نفسنا بحاجات كتيره ونبدا نقول لا مع بكره، طب خلاص بقى ايه من الاسبوع الجاي، عيد ميلادي بقى ما تبقى سنه جديده كده، فابدا بقى ايه اتحرك فيها، وبنبدا نسوف وناجل وبعدين ما بنعملش اي حاجه. فهي طبعا فرصه مهمه جدا ان احنا نبدا بقى ايه نعيد فيها حساباتنا ونعيد فيها اولوياتنا. في حاجة اسمها جوانب الاتزان السبعة. ليه اتسمت كده؟ في ناس بتبقى بتشتغل على جانب واحد بس وبتبقى فعلا مميزة فيه، بس هو بيبقى جانب واحد بس. مثلا في الشغل بتاعه فمميز في الشغل بتاعه وكل حياته في الشغل وتركيزه وهو ناجح. طب مثلا في الجانب بقى العاطفي، طب في الجانب الاجتماعي، طب في الجانب الأسري وحياته وأولاده، طب في الجانب بقية الجوانب هتلاقيه وقع فيها. عشان كده هي اسمها جوانب الاتزان السبع. يعني قصد حضرتك ان لو في جانب وقع فكده في خلل في الاتزان، بيبقى في عامل كده بالظبط زي كان إن واحد هم مكملين بعض، يعني هم بيكملوا بعض بالظبط عشان خاطر يحصل التكامل. كان كده في واحد بيلعب جيم مثلا ولكن مركز على عضله الباي بس اللي هي الدراع يعني، فشكله في الشارع بيبقى عامل ازاي؟ العضله كده كبيره ما شاء الله وجميله، طب بس بقيه جسمه عشان هو مركز على جزء واحد بس في جسمه، زي التاني اللي بيركز على جانب واحد بس في شخصيته. فهي الفكرة لو فعلا عرفنا نحقق ده الموضوع هيكون مختلف جدا. لو خدنا حطينا أهداف في كل جانب، هما سبع جوانب. أول جانب اللي هو الجانب الروحاني، واسمه روحاني علشان خاطر بيناسب الأديان كلها بس مش الدين. طيب مثلا بالنسبة لنا إحنا وفي الدين بتاعنا، يبدأ حد يبدأ يحط مثلا ثلاث أهداف في الجانب ده، ويبدأ إن هو على حسب بقى كل واحد والأهداف بتاعته، حد يبدأ يحط الصلاة في ميعادها، حد يبدأ يحط الأذكار، حد يبدأ يحط ورد قرآن، عبادة سر، وهكذا. طيب بعد كده الجانب اللي بعديه هو جانب الصحي. الجانب الصحي بينقسم لحاجتين، اول حاجه صحتنا وازاي ان احنا نهتم بالرياضه بتاعتنا وان الواحد يلعب رياضه. في كمان معلومه بتقول ان الرياضه بتضاعف التركيز 19 ضعف، كمان ضعف مش في المية، فالرياضه مهمه جدا، معلومه مهمه جدا بالظبط. ودلوقتي انتشر كتيرة جدا. طب دلوقتي طبعا الجيم مقفول والنزول برضو ان انا انزل اتمشى او اجري صعب، فنقدر نمارس الرياضة ازاي من واحنا في البيت؟ دلوقتي انتشر موضوع الابليكيشنز كتير جدا، الواحد ممكن يمارس الرياضة من خلال الابليكيشن نازل على الموبايل او من على اليوتيوب، وناس برضو كتيرة بتعمل تمارين وصفحات وحاجات وتبدأ بتعرف الناس، فممكن نعمل ده ان شاء الله. حتى لو حد يبدأ ينزل نص ساعة كده يتمشى حوالين البيت بتاعه كل يوم ويرجع تاني، ولكن فكرة الرياضة مهمة جدا. الجانب التاني من الجانب الصحي ان انا ابدأ اهتم بالاكل بتاعي، بس فكرة اني اهتم بالاكل يعني مش ان انا يعني بغطيه ولا كده. انا اسفة لمقاطعة حضرتك، ولكن معنا مداخلة من عبد المنعم من الشرقية. اهلا بيك يا عبد المنعم. اهلا بيك في الجهاد. اهلا بيك، نورتنا. منورة الشاشة يا فندم والله. ربنا يخليك، اتفضل سؤالك ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. سلام يا ربنا يخليك. اسأل بس الاستاذ يعني بعد اذنك. اهلا بيك. اهلا بيك، الله يبارك. معلش الصوت بس بعيد فانا مش سامع كويس، بس هتكلم مع حضرتك يعني. اتفضل يا عبد. طيب اتفضل، سامعينك. يعني احنا طبعا الظروف اللي حصلت في البلد او في العالم كله دلوقتي خلت الناس كلها قاعده في بيوتها، نصيحه حضرتك ايه للشباب يعني اللي يأس او اللي احبط في الفتره دي؟ محتاجين يعني محتاجين ايه في الفتره دي عشان نرجع زي ما كنا؟ ده اللي يعني لسه كنا هنقوله يا عبد المنعم. تمام، حاضر، هنجاوبك. شكرا على اتصالك. طيب دلوقتي احنا عايزين بقى في نهايه فقرتنا نوجه رساله كده لكل الشباب وكل الناس اللي استغلت فتره الحظر وعلقت على يعني ان هي استغلتها شماعه تعلق عليها ان هي مش قادره تعمل حاجه او ان هي مش قادره تحقق هدفها بحجه ان احنا طبعا بالظروف اللي احنا بنمر بيها، حضرتك توجه لهم رساله وتقول لهم ايه؟ طيب والله هو في قصه كده في الموضوع ده، قصه فعلا واقعيه. قصه بتقول ايه؟ ان كان في اتنين اخوات توأم، الاتنين دول كان عندهم 11 اخ،
كانوا من عيلة بسيطة شوية، كان مجرد ما يقعدوا كلهم كده مع بعض علشان خاطر ياكلوا، كان مجرد ما كلهم يمدوا ايديهم في الطبق كان الاكل بيخلص. كان عندهم اب كبير جدا جدا في السن وكان بيشتغل، وكانت مامتهم كبيره جدا جدا في السن وكانت تعبانه وبتشتغل. فكرة ان هم لقوا بعد ما الاخين دول كبروا، لقوا ان واحد بقى بسم الله ما شاء الله كده بقى رد سجون وحرامي وبلطجي، واحد تاني حياته كلها بقت كلها نجاحات، بقى رجل اعمال وبقى غني. فراحوا للراجل اللي هو رد سجون ده، سالوا السؤال الشهير بتاع انت ليه بقيت بلطجي؟ ما قال لهمش بقى عشان صاحب علي علاقة واشرف الكلام ده، لأ، ولكن ابتدى يقول لهم ايه، انا الصراحة بقيت كده علشان خاطر انا كنت انا واخويا التوأم كان عندنا 11 اخ، كنا مجرد لما نقعد على اكل وبس نمد ايدينا كده عشان ناكل كان الاكل بيخلص. احنا كان مامتنا كبيرة جدا جدا في السن وكانت تعبانة وبتشتغل، وبابانا كان كبير جدا جدا في السن وكان تعبانة وبيشتغل. المهم سابوه وراحوا لاخوه اللي نجح وقالوا له احنا عايزين نعرف انت ازاي حققت النجاح بتاعك ده، ازاي بقيت كده رجل اعمال؟ قال لهم الصراحه انا بقيت كده علشان خاطر كنت انا واخويا التوأم كان لينا 11 اخ، كانوا مجرد ما نقعد على الاكل علشان خاطر ناكل مجرد ما نمد ايدينا في الاكل كان بيخلص. كان والدي كبير جدا جدا في السن وكان بيشتغل، والدتي كانت كبيره جدا جدا في السن وكانت بتشتغل. فكره ببساطه ايه؟ ان هما الاثنين عايشين نفس الظروف ونفس الحاجات، ولكن في حد خد الظروف دي وخلاها دافع عنده علشان خاطر يوصل وينجح، وحد تاني خد نفس الظروف ونفس الحاجات وخلاها شماعة. الكلمة بقى اللي انت كنت لسه بتقوليها، خلاها شماعة واسباب ليه علشان خاطر ايه؟ يقول اصل انا معرفتش عشان خاطر كان عندي واحد واثنين وثلاثة. قصدي حضرتك ان الفترة دي هي ليها سلبياتها وليها ايجابياتها. من الايجابيات ان احنا بنقدر فعلا نحقق فيها اهداف كنا مش فاضيين نحققها قبل كده او مش لاقيين ليها وقت. بالظبط. وفكرة ان حد لما يبدا يجي يخش على اي حاجة اكيد اكيد لازم يلاقي عقبات ولازم يلاقي مشاكل وتحديات هتقابله، بس الفكره في اللي يستمر واللي يكون عنده اصرار فعلا انه عايز يوصل للحاجه دي. بالظبط كده. وكمان يبدا يفكر بقى، يبدا يشوف هل حابب بعد الموضوع ده ما يعدي ايا كانت بقى الحظر والكورونا او ايا كانت المشكله اللي موجوده، فيبدا يشوف يتخيل نفسه كده بعديها حابب ان هو يحكي ويقول انا ما عرفتش انجح واوصل علشان خاطر كان في حظر والكورونا والبلد واقفه و و و و، ولا حابب ان هو يقول انا نجحت ووصلت رغم ان كان في واحد واثنين وثلاثه. بشكر حضرتك جدا، للأسف الفقرة انتهت بسرعة جدا. شكرا أستاذ أحمد حسام استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أتمنى أن تكونوا استفدتوا وإن شاء الله نشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج فيس توك كل يوم أربع الساعة 10 مساءً.